السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الطرائف المضحكة والفكاهية جدا جدا والترفيهية كذلك، يعني تموت كم من الضحك حقيقة. هذه قصة واحد عامل بوفية، يعني عامل يشتغل في بوفية، بعدين تعب وأغمى عليه وودوه المستشفى. وصل حتى عند الدكتور قال له ايش في يا صديق؟ قال في بيض وفي فلافل وفي مشكل مع جبنة وفي طعمية، ويعدد له فيقول لك الدكتور مين مضحك؟ ما الضحك شريب مغذي من كثرة الضحك. مرة وهو يسأل يقول له ايش في يا صديق؟ قال في عندي انا بيض، في طعمية، في فول، في مشكل مع جبنة. وهذا الدكتور يقول لك ما عاد مسك نفسه، ما الضحك ضحك 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 ضحك، حتى يقول لك المغذي شرب أبو من كثرة أم ضحك، يحسبه مع موية في يده نسي. فهذه طرفة اليوم ونكتة اليوم يقول لك على العامل هذا حق البوفيه.